أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في وعيكم. اليوم سنكون مع شريحة غاية في الأهمية، شريحة عانت الأمرين. الكل يحتاج لرعاية، ولكن هناك فئات تحتاجها بشكل مضاعف. نعم، اليوم سنكون مع أصحاب الهمم، حقوقهم وفرصهم في العمل والدراسة والحياة الكريمة. للحديث أكثر عن هذا الموضوع خلينا نرحب بضيوفي الأعزاء الموجودين داخل الاستديو. الحقوقي الأستاذ كريم حافظ كريم، معاون مدير عام في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. أهلا وسهلا وأرحبنا في برنامج وعيكم. أهلا وسهلا. وأيضا الدكتورة انتصار هاشم، أستاذة علم النفس والاجتماع، نورتينا في برنامج وعيكم. أهلا وسهلا. إذن راح نتحدث عن هذه الشريحة المهمة في المجتمع، وبالتالي تفاصيل أكثر، لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير خليكم ويانا مشاهدين الكرام. في العراق الجميع يحتاج الرعاية، لكن هناك فئات تحتاجها أكثر من سواها، وعلى رأس هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لطالما عانوا الأمرين في العراق منذ عقود طويلة. لا يقتصر الأمر على جهد الدولة فقط، فالمجتمع مشمول هو كذلك، ذلك أن ثقافة المجتمع التقليدية غالبا ما تقسو على ذوي الاحتياجات وتعدهم عالة على المجتمع وسبة على العائلة نفسها، ناهيك عن ظاهرة التنمر المؤذية لهم لدرجة أنهم ينتهون غالبا ليكونوا مرضى نفسيين قبل أن يكونوا مرضى بالجسد. تشمل الحقوق التي يفترض أن يتمتع بها ذوي الاحتياجات الخاصة حقوق العمل والتعليم والحياة الكريمة والحق في الزواج والتمتع بمباهج الحياة، وكل هذه الحقوق تحتاج وقفات حقيقية في العراق. فالعمل شبه مفقود بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا ما يضطرهم إلى العمل في مهن شاقة أو في التسول المباشر وغير المباشر. أما التعليم والتدريب على المهارات العملية فهناك حقوق نظمت لهم بحسب قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013، لكن مما يؤسف له أن القانون لم يطبق بشكل كامل، والأمر يحتاج تكاتفا بين العديد من المؤسسات والوزارات، منها التربية والعمل والصحة وغيرها. أخيرا، هذا واقع ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق، واقع صعب، لكن ما زال هناك أمل، فلعلنا نعثر على ضوء في نهاية النفق. من جديد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامج وعيكم، ورح نبدي نتحاور مع ضيوفي الأعزاء حول موضوع حلقتنا لهذا اليوم، والبداية رح تكون مع أستاذ كريم. خلينا نبدي من نسبة المعاقين بالعراق، إيش قد نسبتهم بالمئة من السكان؟ يعني هل هم مسجلين كلهم عندكم يعني بالرعاية الخاصة؟ عفوا، لا زالت الإحصائيات غير دقيقة فيما يخص أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. نعم. في وزارة العمل لا زالت الإحصائيات تقريبية وفق معيار الأمم المتحدة، المعيار الدولي. نسبة من 5 إلى 10% من السكان. لو نظرنا إلى هذه النسبة وفق المعيار الدولي، إذن إحنا ما بين نسبة تزيد عن 4 مليون 5 مليون. الإحصائيات المتوفرة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية هي وفق الخدمات التي تقدمها الوزارة. على سبيل المثال، من يتمتع براتب المهين المتفرغ لدينا إحصائية دقيقة بذلك، ومن يتمتع بالامتيازات الأخرى كانت تكون تسهيل السفر، التمتع بتخفيض مدخولات الضريبة، باقي الامتيازات التي ضمن لها القانون بحصول الأشخاص ذوي الإعاقة عليها. يعني حتى نسبة الأطفال من ذوي الاحتياجات هم ما عندكم إحصائية؟ كذلك إحصائية غير دقيقة، على أمل أن يتم الوصول إلى إحصائية. هذه منذ فترة طويلة أن الإحصائية غير متوفرة نتيجة مثلا أوضاع معينة أو عراقيل معينة، أم هي هذا شيء طبيعي؟ ابتداء هي ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة شكلت عام 2015، نعم، بعد صدور قانون رقم 38 لسنة 2013. نقدر نقول انه هيئه حديثه النشاه. التزام بموجب قانون 38، هناك التزام على وزاره التخطيط بالتعاون اكيد مع هيئه رعايه ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه باعتبارها
الجهة القطاعية المسؤولة عن هذه الفئة ولديها آفاق للتعاون مع كافة الوزارات. نعم. المفروض نصل إلى إحصائية دقيقة بعدد الأشخاص من ذوي الإعاقة حتى نعرف عدد المعاقين من الأطفال، عدد المعاقين من النساء، عدد المعاقين في أماكن النزوح ما إلى غيرها، عدد المعاقين حتى حديثي الولادة، حديثي الولادة. نعم. يعني هذا يعطينا صورة لرسم خطط مستقبلية في كيفية تقديم الخدمات لهذا الأشخاص. الهيئة ساعية لإتمام هذا الملف بأسرع وقت ممكن بعد أن يتم إنجاز موضوع منح البطاقات التعريفية للأشخاص ذوي الإعاقة. هذا حيسهل كثيرا على الهيئة وعلى الجهات الأخرى في الوزارات كافة بالوصول إلى عدد دقيق للأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة. نعم. طيب دكتورة انتصار، نسبة هذه الشريحة في المجتمع هي كبيرة جدا، كيف نشوف تعامل المجتمع وياهم؟ يعني فعلا كبيرة. تقارير الأمم المتحدة تشير إلى أن العراق يتصدر دول العالم في أعداد المعاقين. نعم. جراء الحروب والكوارث والأزمات طبعا اللي مر بها. نعم. يعني العراق يعني كدولة يعني حقيقة يعني هذا المجتمع يعني لو يتعامل بتنمر مع ذوي الاحتياجات الخاصة أو مع المعاقين، لو يتعامل معه بالشفقة، والطريقتين خاطئات طبعا. يعني هي قضية التعامل معه على أن هذا الشخص يحمل بعض المشكلات، آهات جسمية أو عوق فيزياوي أو مثل جراء حادث أو جراء الحروب، تعرض إلى بتر أحد الأعضاء أو منخفضين الذكاء، هذا أيضا يعتبر ذوي إعاقة، هذا يولد وذكاء منخفض عن يعني عن بقية أقرانه. تعامل المجتمع تعامل غير صحيح يعني حقيقة. تنقص مجتمعنا ثقافة التعامل مع الآخر فقط في المجتمع العراقي أم المجتمعات العربية أيضا تعاني من هذه وإذا الحالة؟ إذا نجي بشكل عام أي شخص عنده مشكلة أو آهة أو عيب في جسمه أو هو أكيد يتعرض إلى أحيانا تمييز، لكن تنخفض نسبة التمييز أو نسبة خلينا نقول التنمر من مجتمع إلى آخر تبعا لثقافته. يعني في المجتمع العراقي إحنا جد العراقيين عاطفيين وعندهم هذه قضية يعني خلينا نقول التعاطف مع الآخر جراء الحروب اللي مر بها، لكن هو يفتقر إلى الوعي أو الثقافة في التعامل مع هذا الشخص. يعني كثير من الشباب مثلا يعني تعرضوا إلى بتر أعضائهم أو بتر في الساق أو بتر في اليد. صح. جراء الحروب والحوادث اللي مروا بها، تلاحظين أنه عين الشفقة اللي ينظر بها أصدقائهم وهذه الصفة الغالبة على التعامل مع سببت لهم حالة من الوهن النفسي والتراجع المعنوي ويأثر على نفسيته بشكل كبير، لأن هو أصلا يعني وضع النفسي هو ما يتمتع بصحة نفسية كاملة مثلنا احنا كأشخاص، يعني ما عندنا هذا تلاحظين. فهذا التنمر أضراره وخيمة والشفقة أيضا أضرارها وخيمة، يشعر بأنه هو لكن الغالب بالمجتمع العراقي هي الشفقة. صح. أي أكيد أكيد أكيد، يعني إحنا مجتمع يحمل قيم أخلاقية ودينية عالية، لكن التأكيد على أنه تتعامل مع هذا الشخص بأن شخص طبيعي واعتيادي هو هذا المطلوب، حتى لا يشعر بأنه عالة على الآخرين. على الإنسان أنه يتعامل مع الشخص من ذوي الاحتياجات بطريقة أنه يبتعد بها عن الشفقة، ممكن أنه هو يترك الحرية بأن يتحرك، يترك الحرية بالكلام إذا كان يعني من نوع اللي يتلكأ بالكلام أو عنده مشكلة بالكلام، أو هذا إذا كان هو على الكرسي. يعني هو القضية مو فقط معتمدة حقيقة على المجتمع. نعم. على ما يتم أو على ما يحصل عليه من دعم من قبل الجهات المعنية، يعني مثلا وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. نعم. يعني حتى طريقة التعامل معه أنه تقديم الدعم المادي زائدا المعنوي. الدعم المادي لما يكون هو عنده مشكلة فيزياوية بتر بالساق بتر تأهيله يعني أو منح هذا الكرسي الكهربائي الحديث، أعطاه فرصة بأن يعمل، هذا راح يشعر بثقة بنفسه. طبعا راح الآخرين يعاملوه على أنه طبيعي لأن هذا عنده راتب وعنده دخل، هذا ما يحتاج أني أساعده بالخفاء أو بالسر أو كذا. صح. بتلاحظين فهي القضية مو معتمدة فقط على المجتمع وإنما على ما موجود في الدولة من مؤسسات عليها أن تعزز
نعم. ولا يعني دورهم اكثر مما تقدم الرعايه، لان تقديم الرعايه ايضا ياثر على الناحيه النفسيه. يعني انا من انطي فرصه بان يعمل عمل يتناسب مع طبيعه العوق او يتناسب مع طبيعه المشكله الفيزيائيه اللي عنده. كلامك راح يقودني الى سؤال للاستاذ كريم. حقوق هذه الشريحه تحتاج تكاتف بين العديد من المؤسسات والوزارات، يعني التعليم، الصحه، التربيه، الكثير من الوزارات. كيف تتعاملون مع هذه المؤسسات لتقديم الخدمة لهذه الشريحة؟ أو كيف وجدتم تعاون هذه المؤسسات معكم؟ بصدور قانون 38 تضمن من المواد 15 إلى المادة 19 امتيازات وحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا وزارة العمل وحدها غير كافية أن تقدم الدعم لهذه الشريحة الواسعة. بموجب المادة 15 ألزمت الوزارات، وزارة التربية ووزارة الصحة ووزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، بالإضافة إلى وزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي وزارة العدل، بالتزامات ووزارة الشباب ووزارة النقل، حتى لا أكون ملم بكافة الوزارات، ألزمتها بالتزامات تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة. هو بدور الهيئه بدوائرها على تماس مباشر مع كافه الوزارات. يعني ما اقدر اقدم امتياز للاشخاص ذوي الاعاقه انا بمعزل عن وزاره الصحه، ولا اقدر اقدم، يعني هناك تعاون ملموس، تعاون تام وملموس مع الوزارات المعنيه بالقانون. بل وهناك وزارات لم يتضمنها القانون عليها اعباء، ولكن من تقدم دعم تعاون وخدمات للاشخاص ذوي الاعاقه والاحتياجات الخاصه. يعني هذا ممكن انه يعني يوفر فرص للكثير من ذوي الاحتياجات الخاصه ب يعني ابراز مثلا مواهبهم او التوظيف او غيرها بالتعاون مع هذه المؤسسات او الوزارات، ممكن يخدمكم بهذا الموضوع؟ بالتاكيد. على سبيل المثال وزاره التعليم العالي والبحث العلمي بعد إقرار القانون وتحديد نسبة للأشخاص ذوي الإعاقة بالقبول بالدراسات العليا، تم زج الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التعليم العالي. وهذه خطوة ما كانت إيجابية، يعني ما كانت يحصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة اللي ممن وصلوا لمراحل البكالوريوس في الدراسات. بالنص المادة المتعلقة ب توظيفهم بنسبة 5% من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة دوائر الدولة، ضمننا حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على نسبة بزجهم بسوق العمل. وكذلك الحال في المجالات الأخرى. نعم. طيب دكتورة انتصار، يعني هل تتفقين معي أنه عادة ما يقسو المجتمع على هذه الشريحة؟ اي طبعا، هو المجتمع لما يكون يعني ما عنده وعي عالي اكيد راح يكون قاسي على هذا يرجع الى ثقافه المجتمع. طبعا شوفي، يعني انا احب اركز على قضيه مهمه، يعني لما يشوف المجتمع انه الدوائر والاماكن العامه والاماكن الترفيهيه ما خصصت جزء من بنايتها، او ما خلينا نقول حتى يمارس هذا الشخص حياته بصوره طبيعيه، يعني من تجين الى مداخل للبنايات العامه او الدوائر الرسميه، شوفي ماكو هذا المكان الخاص بذوي الاحتياجات الخاصه. هذا بالتالي يخلي المجتمع يعتقد بانهم يعني هم مو مهمين. المجتمع اللي ينقص الوعي حقيقه، يعني اما الشخص اللي يتعامل بانسانيه عاليه لا هو راح يساعده بان يعبر الشارع، راح يساعده بان يدخل البنايه. شوفي في الاماكن الترفيهيه، ورغم تاكيد يعني خلينا نقول وزارة العمل، تأكيدات رئيس الوزراء في نفسه يعني في سنة 2013 من صدر القانون، هو أكد على أنه يجب أن تحور البنى التحتية في الدوائر العامة حتى تقدم يعني خلينا نقول تعزيز لذوي الاحتياجات، أحسن ما يتكل علي وأني أدخله للبناية. هو أكو إلى طريق هو يفوت به يشعر بأنه هو يحظى، ماكو فرق عنه وعن الإنسان السليم، هو يحظى بالتقدير العالي وما يضطر أنه يظل باقي بالبيت. وبالتالي يعني اكو بعض العوائل يعني وصل بها يعني حاله انه هي تعتقد بانه هذا الطفل المعاق وصمه، وهذه مشكله كبيره. هذه واحده من مؤشرات الجهل في المجتمع. صح. لما بالفعل يعتقد بانه هذا الشخص اللي عنده يعني مشكله فيزيائيه او مشكله جسميه انه هذا وصمه، هذه مشكله كبيره. هذه يعني ترجعنا الى مراحل بدائيه، يعني
يعني كمجتمع عراقي. نعم. وبالتالي هو حقا يعني مغبونه حقه، هذه الفئه مغبونه حقوقها. لانه تشوفين هسه احنا مثلا، احنا ذكر يعني الاستاذ انه وزاره التعليم العالي منحت فرصه وفعلا موجوده وعندنا طلبه دراسات عليا، يعني هم عندهم يعني اعاقات او، لكن المشكله في البنايه، البنايات لا زالت قديمه وغير مؤهله بشكل كافي، بان هو يضطر اذا يعتمد على من، على زملائه في ان يدخل البنايه او يخرج البنايه يعني او يذهب الى مرافق خاصه. المجتمع مو فقط المجتمع هو اللي يقدم او بشكل غير مباشر يعني يتعامل بقسوه مع هؤلاء الفئات، لكن هو بشكل عام خلينا نقول إهمال أكثر مما هو قسوة، لأن تعرفين أنه العراق كله بحاجة إلى توسعة في البنى التحتية مثلا. إذن هذه المهمة على عاتق الجميع. أي يعني هي القضية أكبر مما نتصور. يعني لما نحن نتكلم عن أنه أنا في جامعة معينة وأستقبل هؤلاء الطلبة، أنا إذن علي أن تكون بنايتي مؤهلة. إذن أنا هذه البنايات هي قديمة ولا زالت يعني تتفقين معي تحتاج الى تطوير. اهتمام الدوله بذوي الاحتياجات الخاصه بالتالي راح ينعكس على المجتمع الاهتمام اكثر، لان هي راح توفر له الفرص الجيده. هو المجتمع لما يشوف اكو الى حقوق يتمتع بها، حقه بالتنقل وحقه بالانتقال من مكان الى اخر، راح المجتمع هو راح يصعد بشكل تلقائي، يصعد وعي المجتمع. صحيح. طيب استاذ كريم، خلينا نتحدث على يعني شيء مهم بالنسبه لذوي الاحتياجات الخاصه، وهي توفير فرص عمل لهم. هل وفرتم فرص عمل؟ البعض منهم الالتزامات الواردة بالقانون بنص المادة 18 عفوا ألزم عفوا نص المادة 17 نعم منح امتيازات للأشخاص ذوي الإعاقة في قروض ميسرة وفقا للقانون، هذا فيما يخص القروض. نعم. بنص المادة 16 ألزم الوزارات كافة والجهات الغير مرتبطة بوزارة بتحديد نسبة 5% من ملاكاتها لتعيين الأشخاص ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة كوزارة عاملين على هذه النسبة. والدليل أنه وزارة العمل مقبلة على تعيين 1000 باحث في هيئة الحماية الاجتماعية راعت هذه النسبة بتعيينها، كذلك بعض الوزارات ملتزمة. أما هناك بعض الوزارات يعني التماس خلينا نقول، يعني اكو حتى نوضح للمشاهد الكريم انه اكو فرص عمل لذوي الاحتياجات على ارض الواقع، يعني فرص موجوده عمل. نعم. بنص الماده 16 اولا هذا التزام بالتعيين على قانون الموازنه. نعم. اما التزامات صاحب العمل المختلط والعام بامكان توظيف نسبه عامل واحد من الاشخاص من ذوي الاعاقه، وعفوا اذا كان عدد العمال 30 وما زاد عن ذلك يزيد عدد العمال بهذا المصنع. طيب كيف يتم التوظيف لهم؟ يعني مثلا عندكم انتم سجلات خاصه بذوي الاحتياجات اللي مؤهلين للعمل؟ غالبا ما في حال طلب، يعني نسبه تشغيل للاشخاص ذوي الاعاقه غالبا ما يتم الاستعانة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية لتحديد فيما إذا كان هذا الشخص من ذوي الإعاقة من عدمه، طبعا بالاستعانة باللجان الطبية وفق التعليمات النافذة. نعم. فإذا كان الشخص متوفر أو عفوا مشمول بالقانون وأنه ثبت بالتقارير الطبية أنه من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالإمكان الحصول على هذا الامتياز. وحصلت تجارب كثيرة خلال السنوات السابقة من عام 2016 تفعلت الهيئة بصورة أكثر، ولغاية الآن حصل كثير من الأشخاص ذوي الإعاقة على هذا الحق. نعم. إحنا ما يعني ما يفوتنا أنه قلة التخصيصات المالية وقلة فرص التوظيف في عموم الوزارات يعني أثر كذلك بالسلب على حصة ذوي الإعاقة بالحصول على هذا الامتياز بهذه النسبة. طبعا. طيب ضيوف الأعزاء اسمحوا لي خلينا أنا وياكم والمشاهد الكريم أيضا نشاهد هذا الاستطلاع ومن ثم نعود، ابقوا ويانا مشاهدينا. 2012 لحد الآن أنا حقوق أخوي ما طوني إياها. من تنظر للدول الباقية تقول ليش إحنا بلدنا فوطو بلد غني وبي موارد وبي خير من الله، يعني ليش وصلنا لهاي المرحلة؟ هو قلت له قبل شوية يعني البشر العادي ما بي أي شيء ما مرتاح،
تجي للمعاقين، تجي للمعاقين كلهم مازيتهم. لازم تكون لهم في مدارس خاصه، في كليات او في يعني هم لانهم حالهم حال اي شخص بشر. يعني شوف احنا بالنسبه للبلد العراقي كله كشاب او كمعوق او اي فئه، يعني كل الفئات احنا في الشعب العراقي مظلومه. هذا اللي مقرم، هذا اللي جدي، هذا اللي حاطه كلش كلش، هاي المفروض من الدوله انه بدأ ما هذا النفط وهذا البنزين وهاي الاموال والثورات احويهم. لا مفرط لما كان يشتغل بيه، لا مفرط لفت شيء، زين هذا وين يروح؟ فحقهم يعني هذا لازم دراسه وكل شيء هذا على الدوله. روح شوف باقي الدول الوحيدين احنا باقيين بنفس التصنيف مالتنا وقاعد نحو الاسوء. مناشده من عد لهم. هلا هلا بهاي الناس المعوقين. اهل الحالات الخاصه لو يشتغل زبال، لو يشتغل كناس، لو يشتغل فت شيء، بينما بهذيك الدول عنده حقوق مهم الحكي. يعني هو سبب الاعاقه مالتهم تلقاه مثلا يا اما بدايه الارهاب، يا اما مثلا عده ضحيه مثلا راح يجيبها او ويجي يتعوق بيها. من جديد اهلا وسهلا بكم مشاهدينا. دكتور انتصار، يعني شاهدنا هذا الاستطلاع ولاحظنا يعني المجتمع رافض لي يعني اخذ الحقوق من ذوي الاحتياجات الخاصه، يطالب باعطاء الحقوق والواجبات المفروضه عليه. يعني هذا بحد ذاته ايضا شيء مفرح انه المجتمع متكاتف ومتعاون مع هؤلاء الفئات. اكيد لانه هو غير قادر على ان يحصل على حقوقه، فهذه مسؤوليتنا الاجتماعيه، يعني انه احنا نشعر بانه هذا الشخص يعني حقوقه متعرضه للانتهاك، وبالتالي احنا نطالب بحقوقه. يعني قضيه دمج ذوي الاحتياجات الخاصه بالمجتمع هذه قضيه مطلوبه جدا، اما عزلهم او مثل يعني هذه الفئه مظلومه بشكل كبير جدا، لان اعداد كبيره منهم مثل ما ذكر استاذ كريم انه غير مسجلين. صح. هذا الغير مسجل هو لا يحظى براتب ولا يحظى ب طيب هذا الاهتمام النفسي والمعنوي يعني اللي داخل المجتمع او داخل الاسره ممكن انه نقول عليه جيد؟ يعني اذا ننظر للدراسات النفسيه اللي اجريت في هذا المجال نجد بانه هو بحاجه الى تاهيل نفسي، مو فقط يعني الدعم المادي. نعم. يعني الدراسات العراقيه اللي اجريت على هذه الفئه وجدت انهم متضررين نفسيا، يعني نعم. بعض يعاني من انخفاض الثقه، بعضهم يعاني من عدم القدره على اتخاذ القرار، بعضهم يعاني من اضطرابات او وساوس او مخاوف. يعني لان يعني تعرفين انه هذا اذا ما شعر بانه هو حياته مؤمنه بشكل جيد هو راح يعني يبدي يتراجع معنويا. احنا يعني كمجتمع يعني علينا ان نقدم الدعم مو فقط المعنوي. نعم. وزارة الصحة عليها ان يعني تهتم بالجانب النفسي وإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع. البعض ينعزل، ما نصير عنده عاهة في جسمه، هو يبدي ما يطلع من البيت. هو يبدي ما يطلع للبيت. لا انا هذا ارجع ادمجه بالمجتمع ويراجع المركز التأهيل النفسي بشكل مجاني وبشكل دوري. هذا احاول انه امنحه فرصة بان يعمل من خلال نسب التعيينات اللي ترتفع يعني في الوزارات، هذه تشجعه على انه هو يكون جزء من هذا المجتمع وجزء فاعل به. اما مجرد المطالبات يعني من قبل المواطنين هي ما تقدم شيء حقيقه. لكن المجتمع واعي. اكيد اكيد. يعني لكن يعني قضيه دمجهم قضيه مطلوبه جدا حتى هو يشعر بثقته بنفسه، يشعر بحاله من بانه يشعر هو جزء من هذا المجتمع وهو فرد طبيعي. وان كان لديه مشكله فيزيائيه او جسميه او الفئه الاكثر يعني ضررا هم فئه الاطفال. فعلا حقيقه يعني هذه الفئه قد ما يكون يعني بعاهه جسميه او اعاقه او شيء او مشكله تاثر بشكل كبير على نفسه، على تحصيله وعلى دراسته. صح. يعني تقصير كبير من وزاره التربيه. والبعض يمتلكون ذكاء، يمكن استاذ كريم يتفق وياي، ومواهب جميله يتفق وياي. وزاره التربيه تقصير كبير بحق هذه الفئه. نعم. هذا من يترك المدرسه، المدرسه ما تتابعه. انت من خلال ما تراجع للمدرسه، انت من خلال كلامك دائما تقوديني الى سؤال يعني حقيقه هو يعني اكيد يتفق وياي. اكيد يعني صح. إذا أردنا نتحقق يعني نتحقق ونتعرف على حقوقهم بالدراسة، هل هو حق يعني وبالتالي هو حق مكفول يعني؟ هل هناك امتياز بالإعفاء بالمصروفات الدراسية بالمقاعد الدراسية؟ فيما يخص وزارة التربية مثل ما تفضلت الدكتورة، احنا عندنا عفوا معاناة وخصوصا للأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية والأشخاص من ذوي الإعاقة من الصم والبكم. نعم. ذوي الإعاقة السمعية كمعاهد
من كانت تابعة إلى وزارة العمل وألحقت بالمحافظات غير المنتظمة بإقليم بموجب القانون رقم 21 سنة 2008 المعدل، كانت ولا زالت تمنح فرص التعليم للأشخاص من أي فئة كانت، ولكن خلينا نقول سقفها محدود. المفروض من بعد أن يتخرجون من هذه المعاهد أن يستوعبون من قبل المدارس لتحقيق مضامين الدمج الاجتماعي. على سبيل المثال يعني الأشخاص المكفوفين في بعد أن يكملون دراستهم في هذه المعاهد من الصعب حصولهم أو على فرصة التعليم لإكمال دراستهم، وهذا يعني يحرمهم من حق التعليم الوارد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. شنو الأسباب اللي تمنعهم؟ قد يكون أسباب، نرجع إلى موضوع بنى تحتية. أسباب قد يعود إلى وجود الملاكات. كيف تتعامل مع هذه الفئات؟ يعني على سبيل المثال إذا احتاج شخص أن يكمل مع الشخص من ذوي الإعاقة البصرية أكيد المفروض يعمل ويعرف على طريقة برايل، تعلم بطريقة برايل. وإذا كان من ذوي الإعاقة السمعية تعلم لغة الإشارة. يعني حاليا الهيئة الساعية إذن يعني وزارة التربية ما موفرة كل هذه الأمور اللي تحدثت عنها بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة وخصوصا يعني ذوي الإعاقة البصرية، ذوي الإعاقة البصرية وذوي الإعاقة السمعية. يعني أبد ما متوفرت لهم. فيما يخص الأشخاص من ذوي الإعاقة الفيزياوية يعني خلينا نقول أمور ميسرة باستثناء إمكانية الوصول، يعني مدرسة طابق ثاني، صف في خلينا نقول في مكان ما يقدر يوصله. هذا شوي يحتاج من وزارة التربية يعني أن تسعى جاهدة لاستيعاب الأشخاص. لأن طيب أنتم متواصلين وياهم في هذا الموضوع؟ والله متواصلين وياهم، ويعني نتأمل أنه نشوف خطوات جادة بهذا الموضوع. يعني من مدة يعني طويلة أنه تم الحديث بالتعاون يعني معهم؟ من مدة طويلة نعم. وماكو أي شيء يعني جديد؟ خلينا نقول نشوف بعض الفرص لفتح صفوف التربية الخاصة أو كذلك، ولكن حتى الأشخاص من ذوي الإعاقة ما يحبذون صفوف التربية الخاصة، يعتبرون نوع من أنواع التمييز مع الأسوياء بمجال التعليم. هذا لو نجي إلى دور وزارة التربية. وزارة التعليم العالي آفاقها مفتوحة، ويعني على سبيل المثال نص المادة أنا نوع قبل قليل تحدثت ويا الدكتورة قلت لها أنه أغلبهم ذوي الاحتياجات الغالب عليهم أنه يمتلكون ذكاء يعني، وخصوصا ذوي الاحتياجات والإعاقة البصرية يعني يمتلكون سمع بالحفظ، يعني يمتلكون قابلية بالاستيعاب والذكاء. يعني مع الأسف أنه متتوفرون من الأجواء اللي تساعدهم. وبالتالي هذا عائق أمام تحقيق مستقبلهم، وعائق في التمتع بباقي الامتيازات. قد يكون امتيازات العمل وما إلى غيرها. فيما يخص وزارة، نرجع إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى لا نبخس حقهم بالتعاون. يعني لمسنا من عندهم تعاون إيجابي. على سبيل المثال من كانت لديه نسبة عجز 70 فما فوق إعفاء من الأجور الدراسية. وإذا كان الأشخاص من ذوي الإعاقة من الطلاب من نسبة 50 فما فوق لحد 70 لديهم تخفيض بنسبة 50. طيب شنو ذنب البقية اللي مثلا عنده عجز 67 أو عجز 50%؟ شنو ذنبهم؟ 50% يحق له أنه إعفاء بنسبة 50% من أجور الدراسة. البقية اللي نسبة عجزهم مو ما دون 50%. إحنا نتأمل أنه طبعا شنو الأسباب أنه يعني ما تتوفر لهم الفرص؟ هي عفوا ست القانون ضوابط أكيد صدرت إذن هو على القانون والضوابط حتى نوضحها للمشاهد. إحنا مو خلينا نقول جهة قطاعية معنية فقط بتطبيق أكيد هذه المادة. فإلنا تعاون مع وزارة التعليم العالي سنويا يتم مراجعة الضوابط، ويعني خلينا نقول وتقدم تسهيلات
الاشخاص. اذا هو التعامل على ضمن القانون يعني. أكيد. تطبيق القانون يتم التعامل بها بشكل أكيد صحيح. هو التزام نص الماده 15 التزام مو بس على وزاره العمل. الوزارات اللي ذكرتها قبل قليل. لكن نعم. انت اشادت وتعاون كبير بين وزاره التعليم وبينكم وهذا يحسب لوزاره التعليم أكيد ايضا. اكيد يحسب يعني ومقدم خدماته لذوي الاحتياجات فهذا بحد ذاته نجاح. نعم نعم يعني قضيه اخرى يعني تقدمها نعم. وزاره التعليم هي تاهل يعني في كليات التربيه معلمين للتربيه الخاصه يعني وزاره التربيه تقدر حلو. تستفيد من هؤلاء الخريجين بفتح مدارس خاصه بمن بالصم والبكم والاشخاص فاقدي البصر هذول فقط ما يقدر يعني يدمج مع الطالب الاعتيادي عنده عوائق فيزيائي بامكانه يهيئ له مدرسه خاصه وبالتالي ما موجوده كان سابقا اكو صف صف لهذه الفئه يعني نعم. هسه ما موجوده يعني هو المفروض اكو اللي عنده يعني صعب هو يتعلم مع الطالب الاعتيادي بالنسبه للصم نعم. اكو معهد ببغداد يمكن استاذ كريم هذا موجود هذا المعهد بالكراده يذهب الى الاطفال يتعلمون به القراءه والكتابه اللي هم عندهم يعني صمم يعني والفاقدي البصر يجب ان يتعلموا بهذا هذه المعاهد او هذه المدارس اما الطفل اللي عنده عوق فيزيائي هو يقدر يدرس مع اقرانه صح طريقه دمجه يعني ممكن يعني هو اكو طريقتين اما ادمجه مع الاعتيادين اذا كان او يمتلك بعض المؤهلات او طريقه برايل ما يستطيع مثل معلم مثل ان ياخذ الطلاب ويدرسهم مع الاطفال الاعتيادين وبالتالي اكو صف خاص بهم لكن بالفرصه هم يندمجون مع اقرانهم يعني اكو حلول اكو حلول بالامكان وكانت سابقا موجوده وزاره التعليم تخرج اعداد كبيره من الخريجين بالتربيه الخاصه وهؤلاء يمتلكون المؤهلات بان يدرسون هذه الفئه شوف المدارس هي اساسا يعني في وزاره التربيه يعني هو حقيقه هو نقد بناء مو الغايه انه لا احنا بصراحه حتى نتحدث حتى نعالج هذه الظاهره ونعطي حقوق لهؤلاء احنا نتحمل جزء الفئات اللي مظلومه بالمجتمع وبالتالي احنا نعم. نتحمل جزء من المسؤوليه احنا شنو دورنا لعد تلاحظين انه هي المدارس اساسا متهالكه وقديمه وغير قادره على استيعاب الاطفال الاعتيادين نعم. فكيف بالاطفال ذوي الاحتياجات الخاصه شوفين هذا ما يروح للمدرسه ما يتعلم اذا هذا الاهتمام اللي نعم. احنا نطالب به اللي هو الاهتمام النفسي والمعنوي والمادي يعني ما يصل ولا نسبه قليله من التطور الهائل اللي بالدول المتقدمه والحديثه اللي تقدم احتياجات وحقوق و أمور سهلة لذوي الاحتياجات نعم أكو قضية مهمة يعني إحنا ما دمنا دخلنا باتفاقية ذوي الاحتياجات الخاصة إحنا مطالبين بتطبيق بنودها أمام المجتمع الدولي وبالتالي إحنا إذا ما طبقنا ما موجود بهذه الاتفاقية إحنا يعني حقيقة تقدير العراق كدولة منضمة لهذه الاتفاقية هذا يعني راح يتراجع يعني كدولة إلها مكانتها وبالتالي إحنا يعني سمعتنا راح تكون حتى خارج على مستوى الخارج هي غير جيدة وهذا علينا أن نهتم به نعم. يعني ونصحح هذا المسار لو تشوفين البنود الموجودة بالاتفاقية ودخول العراق ضمن هذه الاتفاقية علينا أن نفي بالتزاماتنا أمام المجتمع طيب الدولي. شو كنت نفي بالتزاماتنا أستاذ كريم فيما يخص الاتفاقية بعد نعم. بعد انضمام العراق إليها ونشرت بجريدة الوقائع العراقية بالقانون رقم 16 لسنة 2012 نعم. أصبح التزام كافة الجهات المعنية لأن حتى صيغة الاتفاقية اجت تلتزم الدولة نعم. إذن الدولة بكافة مؤسساتها نعم. بعض استنادا وعفوا بعد صدور بعد نشر الاتفاقية بجريدة الوقائع العراقية صدر قانون اللي جاء يعني يتفق مع الاتفاقية بمضامين ولكن اكو بعض المضامين تحتاج الى مراجعه وتعديل لان وردت بنصوص اخرى. وربما تحتاج الى وقت ايضا. اكيد وتحتاج الى وقت. نعم. يعني الحمد لله التقرير الاول للعراق اجى اكيد بجوانب ايجابيه وبجوانب سلبيه. نعم. الجوانب السلبيه مطالبين احنا بمعالجتها والايفاء بالالتزامات الوارده بها ومعالجه هذه السلبيات بحلول عام 2027. الهيئة طبعا الجهة القطاعية المتبنية تنفيذ هذه التوصيات نعم. هي مشكورة وزارة العدل دائرة حقوق الإنسان ولكن تسعى مع الجهات الساندة كهيئة رعاية ذوي الإعاقة ووزارة العمل بمظلتها العامة وباقي الوزارات لأن تفي بهذه النقاط السلبية المؤشرة وبالتالي تجاوزها نعم. حتى يؤشر موقف إيجابي عن التزام العراق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. طيب
طبعا تعريجا على كلامه نسبة الإنجاز يعني كريم تعريجا على كلامه يعني واحدة من الأخطاء اللي ارتكبناها اللي غينا وزارة حقوق الإنسان للأسف يعني هي من أصبحت مديرية تابعة لوزارة العدل هذا يعني حقيقة يعني سوى أخر العمل في تطوير حقوق الإنسان بالعراق لأن كانت تقارير الظل اللي ترفعها منظمات المجتمع المدني بالعراق تجي مشابهة مع تقارير الوزارة يعني كانت هذه الوزارة تعمل بشفافية ومصداقية عالية عالية لكن لما يعني ألغيت هذه الوزارة اتعرقل العمل بشكل كبير يعني وإحنا لمسناه كمختصين بهذا الجانب مختصين بعلم النفس وبعض المشكلات يتعرض لها الأطفال أو يتعرض لها الشباب فعلاً انتوا على قرب من هذه المواضيع نجد انه هذا خطا كبير الغاء هذه الوزاره ودمجها وتصبح هي اسمها مديريه الصور او دائره حقوق الانسان وبالتالي هذا قيد من عملها يمكن حتى من كانت وزاره وبها حقيبه وزاريه ولها يعني لها خلينا نقول نثريه وتقدر انه يعني تنفق في جهات معينه على تطوير واقع حقوق الانسان وواقع ذوي الاحتياجات الخاصه كان يمكن احنا تقدمنا يعني يمكن مراحل عن هاي المرحله اللي احنا فيها فعلا. طيب الاتفاقية الآن هذا اللي نتحدث عنها تمت إنجازها الآن بنسبة شقد؟ فست اللي يهمنا من الاتفاقية ملاحظات اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. التوصيات اللي وردتنا بمجموع 69 توصية. نعم. على العراق أن يأخذها بنظر الاعتبار ويحاول يعالجها بحلول عام 2027 يتم مناقشتها. إذا احنا راح نبقى نطرح هذه المواضيع حتى نصل الى حلول عاجله نسعى تماما نسعى نعم. من الوزارات والجهات القطاعيه المعنيه بمعالجه هذه الملاحظات نعم. كافه لان تاخذ هذه الملاحظات بعين الجديه ان شاء الله هذا شاء اللي نطمح له وان شاء الله دائما نطرحه في برنامج وعيكم وفي كل مواضيع اللي تهم المجتمع العراقي. طيب يعني ما بقى من الوقت الا القليل استاذ كريم اختم وياك، هناك شكاوي كثيره بخصوص الرواتب والروتين وخصوصا راتب المعين المتراكم، وين وصلت الحل بهذه المساله؟ راتب المعين المتفرغ اكيد هو يخضع يعني موارد الهيئة نعم. هي خلينا نقول مصدرها الأول هو الموازنة نعم. ففيما يخص راتب المعين المتفرغ للأعوام السابقة وآخر دفعة تم أطلقت من هيئة رعاية ذوي الإعاقة تم شمول من لديه قرار لغاية 2020 نعم. يعني بقانا 2021 والهيئة جادة أنه تستوعب هذا العدد خلال هذه السنة المالية. موضوع المتراكم لا زال قيد المناقشة يعني مع عفوا إذا هو المناقشة إذا مناقشة تمام لأن صارت عفوا يعني صار فد خلينا نقول قبل أشهر نعم. قليلة تم إطلاق دفعة ولكن تحتاج إلى تدقيق فلذلك تم إيقافها. فالهيئة إذن هي شكاوى صحيحة هناك روتين ويعني ماكو تسهيلات بهذا الموضوع. الهيئة في طور تدقيق هذه البيانات لغرض إيصال الراتب المعين للمستحق فعلا. وهذا قد تستغرق هذا التدقيق؟ يعني إن شاء الله نتمنى أن يكون أسابيع قليلة إن شاء الله. إحنا يعني الكثير من الأسئلة المهيئة يعني لهذا الموضوع لكن للأسف ما يسمح به الوقت إلا القليل، لكن إن شاء الله نتحدث مواضيع أخرى لحد ما نوصل صوتنا لكل الجهات المعنية حتى نعطي حقوق وواجبات ذوي الاحتياجات الخاصة بالمجتمع العراقي. شكرا للحقوقي أستاذ كريم حافظ كريم معاون مدير عام في هيئة رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، نورتنا. أهلا وسهلا. وشكرا للدكتورة انتصار هاشم أستاذة علم النفس والاجتماع، شكرا جزيلا. يعني الكثير من المواضيع اللي أنت طرحتيها فعلا قادتني لكثير من الأسئلة. شكرا لك دكتورة، نورتي. شكرا جزيلا ست وأشكر قناة العراقية بالتسليط الضوء على فقرة من فقرات قانون انضمام العراق لاتفاقية حقوق الأشخاص هذا واجبنا العراقي. وإن شاء الله سلط الضوء بعد أكثر. نص المادة 8 بموضوع إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. إن شاء الله إن شاء الله نورتونا. شكرا جزيلا. شكرا استفدنا على كل المعلومات اللي قدمتوها. شكرا جزيلا. إذا هكذا نكون قد وصلنا لختام محور حلقتنا لهذا اليوم من برنامج وعيكم، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من ضيوفي الأعزاء. في أمان الله وحفظه.